اهلا بيكم حبايبي طلبة الصف الرابع، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده مع بعضنا يا حلوين اكسرسايز ليسن 2 في كونسبت 4-1. ما ننساش في البدايه نعمل اللايك الجميل ونشير الفيديو بقدر الامكان، علشان يا اولاد لو انتوا حابين القناه وبتفهموا منها يا ريت تنجح اكتر واكتر من خلالكم. مع بعضنا يا اولاد، شو ذا كوركت انسر؟ ذا كونديشن اوف اتموسفير including temperature، حالة الغلاف الجوي تشمل temperature, wind and rains is known as، كل ده بيسمى weather. يعني weather طقس، لما خدنا الفرق بين الweather والweathering، فاهمين يا ولاد؟ يبقى أول نقطة ايه weather. اتنين، dropping of sedimentus in new place، سقوط الرواسب في مكان جديد يسمى ديبوزيشن، اللي هي الترسيم. اوكي، رقم 3، limestone caves كهوف الحجر الجيري are formed due to combination of، ده بتحصل نتيجة اتحاد ما بين dissolved minerals اللي هي المعادن الذائبة، فاهمين يا ولاد؟ اوكي، اللي بعده لايكنز، نوع من معين من النباتات الصغيرة اللي بتطلع ما بين الصخور. لايكنز دي بتنتج نقط اون روكس، بتنتج ايه على الصخور؟ بتدوب المعادن اللي فيها، طبعا بتنتج اسيدز احماض. 5، راستنج اوف ستيتيو، صدأ ستيتيو تماثيل is an example of action of not process، طبعا كيميكال. الراستنج صدى يعتبر كيميكال ويذرنج، تجويه كيميائيه عشان فيها تفاعل كيميائي. 6 يا ولاد، breaking of status is an example of، كسر الستاتوس يعتبر ايه؟ يعتبر ويذرنج. رقم 7 يا ولاد، all the following are processes that can change the earth's surface except، كل ده عمليات ممكن تغير من شكل سطح الارض ما عدا digestion الهضم. احنا امال ايه علاقة الهضم بتغيير سطح الارض؟ when water freezes it expands، لما المية بتتجمد بتتمدد. this means that، ده معناه ان ال volume increase، the volume increase. يبقى رقم 8 يا ولاد، 8 سي اللي بعده. 9، all the following are from causes of chemical weathering، كل اللي جاي ده من ضمن اسباب التجويه الكيميائيه except، كل ده تجويه كيميائيه ما عدا clouds. 10، water can produce، المية ممكن تنتج نقط ذات affect the shape of the earth. يا ترى المية تعمل ايه؟ ميكانيكال ويذرنج اونلي ولا كيميكال؟ احنا خدنا في الشرح الاتنين. المية يا ولاد ممكن تعمل ميكانيكال ويذرنج وايه؟ وكيميكال ويذرنج. طيب اللي بعده، true or false، wind can be considered one of the factors that cause withering، طبعا الويند احد عوامل التجوية. plant roots help in the formation of rocks، هل جذور النباتات تساعد في تكوين الصخور ولا في كسر الصخور؟ في كسر الصخور، يبقى غلط. اوكي، اللي بعده، ثواني بس بظبط الصورة يا ولد. اوكي، اللي بعده، limestone cave are formed by the action of mechanical، لا الكهوف اللايمستون دي اللي هي الحجر الجيري بتتكون نتيجة chemical، يبقى false. 3، false. 4، friction force between rocks and sand، قوة الاحتكاك اللي بين الصخور والرمال اللي بتحمل عن طريق الرياح
may causes weathering، ممكن تسبب weathering. True. When iron in rocks rust، لما الحديد بيصدي. The rock become more stronger، بيبقى أكثر قوة. غلط، بيبقى ضعيف. 6. There are many types of sediments like sand, rocks, soil. تمام، في أكثر من نوع من الرواسب. The movement حركة sediments from one place to another، حركة الرواسب من مكان لآخر، تسمى weathering. False، تسمى erosion. يبقى 7 false. اللي بعده، shaping the earth is usually start، تشكيل الأرض دائما بيبدأ بالديبوزيشن، لا بيبدأ بالويذرينج. 9 all physical factor of mechanical weathering lead to breaking down of rocks، كل الفيزيكال فاكتور بتاع الميكانيكال ويذرينج تؤدي إلى breaking down of rocks، كسر الصخور. تمام، 9 true. اللي بعده، oxygen in air reacts with iron of some rocks forming green colored rust. green صدى لونه أخضر، لا ده كان أحمر. red. اللي بعده، rise a scientific term، process in which rocks are broken، عملية فيها الصخور بتتكسر إلى small particles. طبعا هنا بيتكلم على مين؟ weathering. 2 process in which small broken rocks move، عملية فيها الأجزاء الصخرية الصغيرة دي بتنتقل من مكان لآخر عن طريق الويند أو الوتر، هنا بيتكلم على الإروجن. تعريف، process in which sediments are dropped in، الرواسب دي بتسقط في أماكن جديدة، هنا بيتكلم على الديبوزيشن. 4 A part of plant grow، جزء من النبات بينمو داخل الكريكس of rocks causing its weathering، ايه اللي موجود في النبات بينمو داخل الشقوق اللي بين الصخور وبيسبب الويذرنج؟ انا بتكلم على الروتس، الجذور، او بلانت روتس. فاهمين يا اولاد؟ بلانت روتس او روتس. اللي بعده، the condition of atmosphere، حالة الغلاف الجوي at specific time، عند وقت محدد ومكان معين. هنا بنتكلم على الويذر بس، طقس. It is a type of weathering، نوع من التجوية خلاله which acid of lichens dissolve minerals، الأحماض اللي بتفرزها اللايكنز اللي هي نوع معين من النباتات الصغيرة اللي بتنمو بين الصحراء أو الصخور، بتدوب المعادن. هنا بيتكلم على نوع معين من الوزن، يبقى أكيد chemical weathering. chemical إيه؟ weathering، تجوية كيميائية. 7 It is a type of cave، نوع من الكهوف، بيتكون لما المعادن اللي هي الزائبة دي of rocks combined، بتتحد مع بعض ها في أشكال جديدة، هي بتكلم على limestone caves. 8 يعني يا أولاد limestone cave اللي هو كهف من الحجر ايه الجيري، limestone caves. اللي بعد، it is process، عملية خلالها الوتر forming ice، لما المية بتكون تلج يبقى freezing، وده برضو بيسبب ايه؟ mechanical weathering، تجوية ميكانيكية. اللي بعد، a gas in air، غاز في الهواء بيتحد مع الحديد بتاع بعض الصخور. الغاز اللي كان بيتحد مع الحديد مين؟ oxygen. اللي بعده يا محترمين، complete during not process rocks are broken down or weird away. طبعا
العملية اللي من خلالها الصخور بتتكسر اللي هي الويذرينج. اللي بعده there are two types of weathering which are not weathering and not. هنا بتكلم على الميكانيكال والكيميكال. والكيميكال اللي بعد the type of weathering نوع التجوية in which the rocks اللي فيه الروكس are broken down due to the plant root. طبعا جذور النباتات دي لما بتنمو وتكسر بعض الصخور دي تبع الميكانيك اللي اكتبها هنا عشان المكان. اللي بعده the type of weathering in which structure نوع من التجوية اللي فيه التركيب بتاع الصخور change بتتغير due to chemical reaction. طالما هتتغير نتيجة تفاعل كيميائي يبقى chemical weathering. اوكي طيب اللي بعده رقم 5 some tiny plant like organisms produce بعض الكائنات اللي تشبه النباتات الصغيرة بتنتج أسيد. أنا بتكلم عن اللايكنز that can dissolve minerals. دي بتفرز أسيد بتدوب معادن. Shaping in earth started by weathering. تشكيل الأرض بيتم عن طريق الويذرنج. Then erosion. And end with deposition. تنتهي بالترسيم. Breaking of statue is an example of mechanical weathering. كسر ال statue تماثيل مثال الميكانيكال ويذرنج. بينما rusting صدى بتاع الايرن ستيتيو بتاع الحديد ده يعتبر ايه؟ طالما صدى يبقى كيميكال. 8 لايكنز اللي هي الكائنات اللي تشبه النباتات بتنتج اسيد انوروكس ذات ديزولف اللي بتدوب اتس مينرالز بتدوب المعادن. 9 ميكانيكال ويذرنج تيك بليس وين. الميكانيكال ويذرنج بيتحدث وين نوت اوكير بتوين ساند كاريد باي ويند اند روكس. طبعا يا ولاد الاجابه طبعا هي فريكشن. فلوينج water which carries small gravel and sand may break down large rocks. سريان الماء اللي بيحمل الحصى والرمال ممكن يكسر large rocks and causes طبعا ده بسبب mechanical. mechanical ايه يا ولاد؟ mechanical weather. اللي بعده give reason iron in rocks may rust. ليه الايرن ممكن يصد؟ because it reacts with oxygen لانه بتفاعل مع الاكسجين. water play an important role in formation of limestone caves. الوتر يلعب دورا في تكوين limestone caves. ليه؟ because water dissolve mineral in rocks لان المياه بتدوب المعادن في الصخور. what happen if ماذا يحدث؟ lichens growing on rocks produce acid. يصل لما اللايكنز اللي بتنمو على الصخور بتنتج acid. acid will dissolve mineral causing weathering. الأسيد بتدوب المينرالز بتسبب الويذرنج. ماذا يحدث؟ red colored rust is formed. لما بيتكون صدأ لونه أحمر بيتكون على الصخور. إيه اللي هيحصل؟ the rocks become weak. الصخور هتبقى هي ضعيفة and break down easily تتكسر بسهولة. ايه اللي بعده؟ سؤال سهل جدا. بيقول ايه السؤال ده يا ولاد؟ هو خلاص فاضل يعني جزء بسيط ونخلص. هنضع علامة M قدام الجملة اللي بتعبر عن الميكانيكال وعلامة C
in front of example قدام المثال اللي بيعبر عن الكيميكال كاختصارات يعني. يعني شوف الجملة دي تمثل ميكانيكال ويذرنج ولا كيميكال ويذرنج. breaking down of rocks by the effect of sand which is carried by wind. هنا مفيش تفاعل كيميائي، دي تعتبر ميكانيكال. rusting أول ما الاقي rusting يبقى كيميكال. breaking down of rocks by the effect of acid طالما acid يبقى كيميكال. breaking down of rocks by the effect of freezing of water تجمد الماء وانصهار التلج دي ميكانيكال. خلاص breaking down of rocks by the effect of growth of plant root نتيجة جذور النباتات يبقى ميكانيكال. breaking down of rocks by the effect of small gravels الحصى الصغير والرمال اللي بتعمل عن طريق المية طبعا دي برضو ايه ميكانيكال. كلهم ميكانيكال ما عدا رقم اتنين وهي ولاد اتنين وتلاتة. اللي بعده يا محترمين اللي بعده اخر حاجة اعطيني كده رسمتين. طبعا دي ايرن راست ودي تكوين اللي هو اللايم ستون كيف. الاتنين تبع الكيميكال. اوكي نشوف كده مع بعض، هو عطينا رسمتين وعايز بقى نجاوب على الاسئلة اللي تحت. بيقولك هنضع علامة true or false. picture A example of mechanical، لا دي chemical. picture B is formed when water dissolve mineral in a rock، لما المية بتدوب المعادن في الصخور. طبعا الإجابة true. فاهمين يا ولاد؟ اللي بعده picture A formed by the effect of acid، picture A بتتكون نتيجة تأثير الأسيد، لا تأثير الأكسجين، دي فولس. The type of weathering which form picture B، نوع الويذرنج في picture B is the same type of weathering in picture form A، طبعا نفس النوع. نقول تاني نوع الويذرنج، الويذرنج هنا في picture B ده يعتبر كيميكال والبيكتشر ايه يعتبر كيميكال، يبقى از ذا سيم تايب هو نفس النوع، تبقى الاجابه ترو. كده يا اولاد خلصنا كل الاسئله. اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا واستفدتوا. ربنا معاكم، ربنا يوفقكم، والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.